وضعت عناصر الشرطة القضائية بولاية الوادي حد لنشاط مروجين المؤثرات العقلية في العقد الثاني من العمر، وتم حجز أزيد من 10,000 قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين بعد استغلال معلومات مؤكدة. تفاصيل هذه العملية في ميكروفون عبد العالي الحومة. حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدر عددها ب 9814 قرص. العملية جاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتحركات لشخصين ينحدران من الولاية يقومون بعقد صفقة بيع وشراء للكميات المذكورة. بعد وضع خطة محكمة تم توقيف الشخصين وحجز الكميات المذكورة على مرحلتين، وكذا حجز المركبة المستعملة في عملية البيع.